الفكر يبحث مع المبعوث الأمريكي الخاص للشؤون الإنسانية في الشرق الأوسط جهود ضمان النفاذ الكامل والمستدام للمساعدات الإنسانية لغزة. ارتفاع عدد الشهداء في غزة إلى نحو 27,000 وجلسة لمجلس الأمن اليوم لبحث قرار محكمة العدل الدولية. والمفاوضات الأوروبية تقترح إجراءات للحد من الواردات الزراعية من أوكرانيا لتهدئة احتجاجات المزارعين في فرنسا ودول أخرى. الثالثة عصرا الواحدة بتوقيت جرينتش، نشرة إخبارية مفصلة تأتي حضراتكم من القاهرة. أهلا ومرحبا بكم. بدايتنا في هذه النشرة مع الزميلة سمر الزهيري. سمر، شكرا لك هشام، أهلا بحضراتكم مشاهدينا الكرام. والبداية مع الدعم المصري للأشقاء في قطاع غزة. مع استعداد مصر أن تسخر كل قدراتها وجهودها للوساطة وبالتنسيق مع كافة الأطراف الدولية والإقليمية الفاعلة دون قيد أو شرط. وهو ما يستوجب تسهيل وصول المساعدات الإنسانية لأبناء الشعب الفلسطيني بشكل عاجل. ويجب على المجتمع الدولي اليوم أن يتحمل مسؤولياته في هذا الصدد، فمن أجل السلام فليعمل العاملون. استقبل وزير الخارجية سامح شكري السفير ديفيد ساترفيلد المبعوث الأمريكي الخاص للشؤون الإنسانية في الشرق الأوسط، وتناول اللقاء الجهود المبذولة لضمان النفاذ الكامل والمستدام للمساعدات الإنسانية لغزة وحتمية التنفيذ الكامل لقرارات مجلس الأمن والجمعية العامة ذات الصلة. قال رئيس الهيئة العامة للاستعلامات الكاتب والصحفي ضياء رشوان إن التطورات والأحداث الخطيرة التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط قد أكدت الدور المحوري والمسؤولية الكبرى التي تتحملها مصر في المنطقة في مواجهة ما تتعرض له من مخاطر كبرى تهدد استقرارها وقضاياها ومستقبل شعوبها، مشيرا إلى أن مصر تواصل القيام بجهد مكثف من أجل كبح العدوان ومساندة الشعب الفلسطيني في غزة وفتح مخططات الاحتلال، كما تناضل من أجل توفير المساعدات لغزة. وأضاف رشوان أن مصر بقيادة الرئيس السيسي اطلعت بدورها وتحملت مسؤوليتها التاريخية في مواجهة المخاطر التي تعصف بالمنطقة وتهز العالم بأكمله، مشيرا إلى أن التاريخ سيسجل وقوف القيادة والشعب في مصر بقوة وعزم لا يلين لحماية أرض مصر وأمنها القومي والدفاع عن القضية الفلسطينية والتصدي لمحاولة تهميشها. تواصل معبر رفح البري عمله لتسهيل دخول المساعدات الإنسانية والإغاثية للأشقاء في فلسطين، يأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتقديم كل سبل الدعم للأشقاء في قطاع غزة.
قالت وزارة الصحة الفلسطينية إن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 16 مجزرة ضد العائلات في قطاع غزة، راح ضحيتها 150 شهيدا و313 مصابا خلال 24 ساعة الماضية، مضيفة أنه لا يزال هناك عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات يمنع الاحتلال وصول طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم. أوضحت الصحة ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 26,900 شهيد و65,949 مصابا منذ 7 من أكتوبر الماضي. أعلن الهلال الأحمر الفلسطيني استشهاد موظف الأمن لمستشفى الأمل في خان يونس جراء إطلاق الاحتلال النار عليه. وقال الهلال الأحمر إن جيش الاحتلال يواصل القصف وإطلاق النار في محيط المستشفى، مشيرا إلى أن الطواقم الطبية والجرحى والمرضى وألاف النازحين غالبيتهم من الأطفال والنساء يعيشون في رعب وقلق دائمين. في قطاع غزة المدمر والذي يعاني أزمة إنسانية خطيرة، دفع القصف الإسرائيلي المتواصل 1,700,000 فلسطيني إلى الفرار من منازلهم من أصل 2,400,000 نسمة بحسب الأمم المتحدة. وتشهد مدينة خان يونس قتالا عنيفا، حيث قال شهود عين إن قصفا عنيفا طال مدينة خان يونس المدمرة في جنوب قطاع غزة، حيث تشهد المدينة معارك على الأرض. وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية استشهد العشرات خلال أعمال العنف في غزة خلال 24 ساعة. بدورها أفادت طواقم مستشفى الأمل أحد أكبر مستشفيات المدينة إلى جانب مجمع ناصر الطبي عن قتال في محيطه وعن نقص في المواد الغذائية. وقال الهلال الأحمر الفلسطيني أن جيش الاحتلال يواصل القصف وإطلاق النار في محيط مستشفى الأمل التابع له في خان يونس. وأشار الهلال الأحمر الفلسطيني إلى أن الطواقم الطبية والجرحى والمرضى وآلاف النازحين غالبيتهم من الأطفال والنساء يعيشون في رعب وقلق دائمين، لافتا إلى أن القانون الدولي الإنساني ينص على حماية المدنيين والطواقم الطبية والعاملين في مجال العمل الإنساني والمستشفيات. أكد نادي الأسير الفلسطيني تصاعد عمليات الإعدامات الميدانية والاختفاء القسري بحق المعتقلين في ضوء استمرار الإبادة الجماعية في قطاع غزة لليوم 117 على التوالي. وأضاف نادي الأسير أن العثور على جثامين 30 شهيدا مكبلي الأيدي ومعصوبي الأعين داخل إحدى المدارس التي كان يحاصرها الاحتلال في بيت لاهيا شمال القطاع يعد دليلا واضحا على أن الاحتلال نفذ بحقهم جريمة إعدام ميدانية. هذا وطلبت وزارة الخارجية الفلسطينية بتشكيل فريق تحقيق دولي ميداني في جرائم الاحتلال الإسرائيلي وأوضاع المفقودين والمعتقلين من قطاع غزة، مؤكدة أن اكتشاف مقبرة جماعية تضم ما يزيد على 30 جثة متحللة لشهداء مدفونين في شمال قطاع غزة تم قتلهم وهم معصوب الأعين ومكبل الأيدي، وهو دليل واضح على أنهم أعدموا بشكل ميداني دون حسيب أو رقيب. كما حذرت الخارجية الفلسطينية من أي مخطط يسعى إليه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وحلفاؤه بشأن مستقبل قطاع غزة، معتبرة أن مثل تلك الخطط تأتي امتدادا للمحاولات الإسرائيلية المتواصلة لتصفية القضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني. أكد رئيس الوزراء الفلسطيني محمد شتية أن شعور الاحتلال الإسرائيلي بقدرته على الإفلات من العقاب يشجعه على مواصلة ارتكاب جرائمه، ودعا شتية محكمة العدل الدولية للتدخل العاجل لاتخاذ قرار بوقف جرائم الإبادة الجماعية بعد رفض إسرائيل تطبيق التدابير العاجلة التي ألزمتها بها المحكمة قبل أيام في تحدي فاضح للعدالة الدولية. كما دعا شتية الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي إلى الضغط على إسرائيل لحملها على وقف عدوانها على أبناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية فورا. نتيجة للنقص الحاد في الكادر الصحي والمعدات والأدوية وفي النقاط الصحية المتوفرة لمراكز الإيواء، تتزايد المخاوف من الانتشار الكبير والسريع للأوبئة وسط سكان غزة لا سيما الأطفال. نتابع المزيد في سياق هذا التقرير. قطاع غزة أصبح واقعا الآن تحت رحمة الأمراض المعدية والأوبئة التي تنتشر بشكل كبير بين سكانه،
في ظل إمعان الاحتلال الإسرائيلي في استهداف المنشآت الطبية في القطاع، ونتيجة النقص الحاد في الكادر الصحي والمعدات والأدوية وفي النقاط الصحية المتوفرة لمراكز الإيواء، تتزايد المخاوف من الانتشار الكبير والسريع للأوبئة وسط سكان غزة لا سيما الأطفال. وسط هذه الظروف حذرت الصحة الفلسطينية من تأثير تحلل الجثث تحت الأنقاض، ما يشكل كارثة بيئية تساعد على انتشار الأوبئة، ويعود ذلك لعدم توفر المعدات والقوى البشرية القادرة على إخراج الشهداء من تحت الأنقاض. في سياق متصل، تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي حصارها على مجمع ناصر الطبي ومستشفى الأمل في خان يونس جنوب قطاع غزة، وأفادت مصادر طبية بأن الاحتلال الإسرائيلي يشدد حصاره على مجمع ناصر الطبي للأسبوع الثاني، ويضع 150 كادرا طبيا و450 جريحا و3000 نازح في دائرة الاستهداف. وأشارت إلى أن المولدات الكهربائية في مجمع ناصر الطبي ستتوقف خلال يومين نتيجة نقص الوقود، وأن هناك تراكما للنفايات في أقسام المجمع وساحاته، والاحتلال يرفض السماح بنقلها إلى الخارج. ويشن الجيش الإسرائيلي منذ الاثنين الماضي سلسلة غارات مكثفة جوية ومدفعية على خان يونس وفي محيط المستشفيات المتواجدة فيها، وسط تقدم بري لآلياته بالمناطق الجنوبية والغربية من المدينة، ما دفع آلاف الفلسطينيين إلى النزوح. قال وزير الخارجية النرويجي إن بلاده تحث الدول التي قطعت تمويلها لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأنوروا على النظر في عواقب قرارها على سكان غزة، كما أعلنت النرويج أنها ستواصل تمويلها للأنوروا بعد اتهامات بأن بعض موظفي الوكالة شاركوا في الهجوم على إسرائيل في 7 أكتوبر الماضي. ومنذ إنشاء وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا قبل منتصف القرن الماضي، لعبت دورا حيويا في حياة الملايين من الفلسطينيين اللاجئين والموجودين داخل الأراضي المحتلة، ويمثل التوقف عن تمويل الوكالة خطرا كبيرا على استمرار دورها الإنساني. المزيد نتابعه في هذا التقرير. يمثل تعليق العديد من الدول الغربية تمويلها لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا تهديدا حقيقيا على قدرة الوكالة الأممية على القيام بدورها الحيوي في مجال الإغاثة داخل قطاع غزة الذي يواصل فيه الاحتلال قصفه والإغارة عليه وعلى سكانه المدنيين منذ 7 أكتوبر الماضي. وفي بيان صادر عن اللجنة الدائمة المشتركة بين وكالة الأمم المتحدة التي تشمل الشركاء الرئيسيين المعنيين بالشؤون الإنسانية داخل المنظمة وخارجها، حذر رؤساء الوكالة التابعة للمنظمة الأممية من أن قطع التمويل عن وكالة الأونروا سيكون له عواقب كارثية على غزة، وتستهدف الادعاءات الإسرائيلية عقاب المنظمة الإغاثية على الشهادات التي أدلت بها عن طبيعة وحجم الجرائم التي ترتكبها قوات الاحتلال في قطاع غزة، خاصة استهداف المنشآت المدنية مثل المدارس والمستشفيات. منسقة الأمم المتحدة للمساعدات في غزة سيغريت كاخ أكدت أنه لا يمكن لأي منظمة أن تحل محل الأونروا التي بدأت عملياتها في الأراضي المحتلة منذ أكثر من 7 عقود، وطالبت كاخ الدول التي علقت تمويلها للوكالة بالعدول عن قرارها، مشددة على أن سحب التمويل من الأونروا أمر خطير وقد يؤدي إلى انهيار النظام الإنساني في غزة مع عواقب إنسانية وحقوقية بعيدة المدى في الأراضي الفلسطينية المحتلة وفي جميع أنحاء المنطقة. في الوقت الذي تشهد فيه غزة كارثة إنسانية، أعربت 21 منظمة غير حكومية دولية عن استيائها من إعلان عدد من الدول تعليق تمويلها لوكالة أونروا، مؤكدة أن الوكالة هي المزود الرئيسي للمساعدات في غزة والمنطقة. المزيد في سياق هذا العرض والزميل كريم الخولي. أهلا بحضراتكم. بينما تتجه أنظار العالم إلى جرائم الإبادة الجماعية
والمجازر الوحشية التي ترتكبها قوات الاحتلال في قطاع غزة، عمدت إسرائيل على الالتفاف على الرأي العام الدولي عن طريق تشويه وكالة الأونروا، وطالبت حلفائها بوقف تمويل الوكالة لتورط موظفيها في أحداث 7 أكتوبر. وعلى الرغم من محاولات تلك الدول إظهار تبنيها وجهة نظر معتدلة، لسيما في الآونة الأخيرة تحت وطأة ضغط الشعوب على الحكومات الغربية، إلا أنها وبمجرد إعلان الدعوة الإسرائيلية حول مقاطعة الأونروا هرعت تلك الدول لإعلانها وقف التمويل عن الوكالة التي تحمل على عاتقها مسؤولية توفير مقومات الحياة لأكثر من 2 مليون مواطن فلسطيني تقطعت بهم الأوصال والسبل ولم يتبقى لهم عملا أو نافذة توفر قوت يومهم. في مقدمة تلك الدول جاءت الولايات المتحدة الأمريكية التي أعلنت وقف تمويل وكالة أونروا، ومن خلف واشنطن توالت إعلانات مماثلة، فقد أعلنت كندا وأستراليا وإيطاليا وبريطانيا وفنلندا وفرنسا بالإضافة إلى هولندا وألمانيا وسويسرا تعليق تمويلها للأونروا إثر الاتهامات الصادرة عن السلطات الإسرائيلية، دون نظر أو تدقيق حول تلك الاتهامات الكيدية والتي استهدفت الفلسطينيين. حملة إسرائيلية بهدف ضرب وكالة أونروا، هكذا وصف رئيس الوزراء الفلسطيني محمد أشتية الدعوة الإسرائيلية، مشيرا إلى أن وقف تمويل الوكالة هو أمر خطير للغاية ويجب التراجع عنه، فيما وصف فيليب لازاريني المفوض العام للأونروا قرر هذه الدول التي علقت تمويلها للوكالة بأنه صادم، داعيا إياها إلى العدول عنه، كما أكد أن تلك القرارات تهدد العمل الإنساني الجاري في قطاع غزة. الرد المصري الحاسم حول أزمة تمويل أونروا جاء سريعا ومكملا لموقف القاهرة الذي يدعم القضية الفلسطينية منذ بدء العدوان على قطاع غزة في 7 أكتوبر الماضي، حيث أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي للأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش ضرورة استمرار تمويل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين حتى تتمكن من أداء دورها الإنساني في إنقاذ الفلسطينيين. وفي غضون ذلك أعرب مجلس الأمن الدولي عن قلقه بشأن الوضع شديد التدهور في غزة، كما دعا إلى ضرورة زيادة المساعدات الإنسانية لقطاع غزة بأقصى سرعة ممكنة، فيما أكدت منسقة الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية وإعادة الإعمار بشأن غزة أنه من الضروري الإقرار بالدور المحوري الذي تلعبه الأونروا في تسليم المساعدات الإنسانية في قطاع غزة. ليس ذلك فحسب، بل شددت المسؤولة الأممية على أنه لا بديل عن دور وكالة أونروا في قطاع غزة. وفي الوقت الذي تشهد فيه غزة كارثة إنسانية، أعربت 21 منظمة غير حكومية دولية عن استيائها من إعلان عدد من الدول تعليق تمويلها لوكالة أونروا، مؤكدة أن الوكالة هي المزودة الرئيسية للمساعدات في غزة والمنطقة، كما شددت على أن وقف التمويل سيؤثر على المساعدات الأساسية لأكثر من 2 مليون مدني، أكثر من نصفهم من الأطفال، وجميعهم يعتمدون على مساعدتها. مشاهدينا، كان هذا عرضا حول أزمة تمويل منظمة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين أونروا. شكرا لكم على طيب المتابعة. يجتمع مجلس الأمن الدولي اليوم للنظر في قرار محكمة العدل الدولية الذي دعا إسرائيل إلى منع أي عمل إبادة جماعية محتمل في قطاع غزة، وفق ما أعلنت الرئاسة الفرنسية للمجلس. ويأتي هذا الاجتماع بطلب من الجزائر بهدف إعطاء قوة إلزامية لحكم محكمة العدل الدولية فيما يخص الإجراءات المؤقتة المفروضة على الاحتلال الإسرائيلي، حسب ما قالت الخارجية الجزائرية. قال المتحدث باسم الأمم المتحدة إن الأمين العام أنطونيو غوتيريش لم يقترح على مجلس الأمن إنشاء قوة حفظ سلام لحماية الفلسطينيين في غزة، وأضاف أن هدف الأمم المتحدة في الوقت الحالي هو وقف إطلاق النار لأسباب إنسانية وزيادة حجم ونوعية المساعدات المقدمة والتوصل إلى حل سياسي بالعودة إلى حل الدولتين.
اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلية عدة مناطق في محافظة رام الله والبيرة الواقعة وسط الضفة الغربية المحتلة. وأضافت مصادر فلسطينية أن قوات الاحتلال الإسرائيلية داهمت محطة وقود في مخيم جلزون شمال رام الله وعدة أحياء في قريتي كفر نعمة غربا وجفنة شمالا، وسيرت الآليات العسكرية في شوارعها، مما أدى إلى اندلاع مواجهات أطلقت خلالها أو أطلقت قوات الاحتلال قنابل الصوت والغاز السام تجاه الفلسطينيين الذين خرجوا للتصدي له. مجلس السيادة السودانية الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان أن القوات تتقدم بخطى ثابتة لإنهاء تمرد ميليشيات الدعم السريع. وخلال زيارته لمدينة سمنار وتفقده للمناطق العسكرية، شدد البرهان على أن القوات المسلحة السودانية ستتحرك على كل الجهات من دارفور ومن ولايات الشرق وولايات الوسط وولايات الشمال، مستندة إلى إرادة وعزيمة الشعب السوداني الذي اصطف حول قواته المسلحة لمواجهة المتمردين. أعلن المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين فيليبو جراندي أن المعارك بين الجيش والدعم السريع في السودان أدت إلى نزوح حوالي 8 ملايين شخص منذ منتصف إبريل الماضي، مضيفا أن الحرب في السودان أدت إلى مقتل أكثر من 13 ألف شخص. تفقد فريق من الأمانة العامة لجمعية الهلال الأحمر الليبية الأوضاع الإنسانية في مدينة زليتن، حيث أدى ارتفاع منسوب المياه الجوفية في عدة مناطق إلى تضرر نحو 60 عائلة، مما دفعهم لمغادرة منازلهم بعد أن تسبب ارتفاع منسوب المياه الجوفية في غرق المنازل والأراضي حولها. حذر وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف من خطر حقيقي يتمثل في زعزعة الاستقرار وتوسيع رقعة الصراع في الشرق الأوسط. جاء ذلك خلال جلسة الاجتماع الأول لمنسقي مجموعة بريكس في موسكو. وتابع لافروف أن الوضع الراهن يمثل خطرا حقيقيا لزعزعة استقرار المنطقة. وإلى تطورات الأزمة الروسية الأوكرانية، حيث طلب الاتحاد الأوروبي من الدول 27 الأعضاء إعداد قائمة تفصيلية لدعمها العسكري لأوكرانيا في محاولة لتعزيزه في وقت تفتقر فيه كييف إلى الذخيرة في مواجهة الجيش الروسي. وقبل بدء اجتماع وزراء دفاع الاتحاد، قال المفوض السامي للاتحاد الأوروبي لشؤون السياسة الخارجية والأمن جوزيف بوريل، قال إن من المهم توضيح الوضع ومعرفة حقيقة الموقف حاليا واحتمالات تطوراته مستقبلا. أعلنت وزارة الدفاع الروسية عن استعادة 195 عسكريا روسيا من الأسر الأوكراني مقابل نفس العدد من الأسرى الأوكرانيين. وعلى الصعيد الميداني، أعلنت الوزارة تدمير نظام دفاع جوي ألماني الصنع ومقتل وإصابة نحو 900 جندي أوكراني خلال 24 ساعة، بالإضافة إلى تدمير 81 طائرة بدون طيار أوكرانية وإسقاط 9 صواريخ من نظام هايمارس. كما تمكن الجيش الروسي من التصدي لهجمات للجيش الأوكراني في عدة محاور.
أعلنت روسيا أن الفحص الأولي للعناصر المدمرة من جسم طائرتها المنكوبة أظهر أنها أسقطت بواسطة نظام صاروخي غربي صنع مضاد للطائرات. وفي وقت سابق أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن وزارة الدفاع الأوكرانية كانت على علم بوجود أسرى حرب من القوات المسلحة الأوكرانية على متن الطائرات العسكرية الروسية. نفى نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك أن تكون بلاده تجري مفاوضات حاليا مع أوكرانيا أو الدول الأوروبية على تمديد عقد نقل الغاز عبر الأراضي الأوكرانية بعد عام 2024. وكانت الحكومة الأوكرانية أعلنت مؤخرا أنها لا تنوي تمديد نقل الغاز الطبيعي الروسي عبر الأراضي الأوكرانية بعد انتهاء العقد الحالي هذا العام. قمة مرتقبة الخميس في بروكسل لقادة الاتحاد الأوروبي لبحث مستقبل دور صندوق مرفق السلام الأوروبي الذي يهدف لجمع تبرعات وتمويل الأسلحة لأوكرانيا والوصول إلى اتفاق بشأن حزمة مساعدات مالية لكييف بقيمة 50 مليار يورو على مدار 4 سنوات. المزيد في سياق هذا التقرير. لا يزال الاختلاف سيد الموقف في مواصلة دعم الدول الأوروبية لأوكرانيا. اجتماع مرتقب لقادة الاتحاد الأوروبي لبحث مستقبل دور صندوق مرفق السلام الأوروبي في تقديم المساعدات العسكرية لأوكرانيا. وجاء في مسودة قرارات الاجتماع التأكيد على مواصلة تقديم الدعم العسكري المناسب المستدام لأوكرانيا. مسودة نتائج الاجتماع تترك الباب مفتوحا للنقاش أمام زعماء الاتحاد الأوروبي بشأن التعهد بضخ 5 مليارات يورو إضافية في الصندوق الذي يهدف لجمع تبرعات وتمويل الأسلحة لأوكرانيا. وعلى صعيد المساعدات التنموية قدمت 8 جهات مانحة منها فرنسا 90% من المساعدات التنموية لأوكرانيا بعد العملية العسكرية الروسية، حسب ما أظهرت دراسة لمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، وأشارت إلى ارتفاع هذه المساعدات إلى مستوى تاريخي في 2022 في العالم. في المقابل قالت الرئاسة الروسية الكريملين إن المليارات التي أنفقها الغرب لدعم كييف ذهبت أدراج الرياح، وشكلت المساعدات المالية والعسكرية الغربية دعما أساسيا لكييف منذ العملية العسكرية الروسية في فبراير 2022. لكن المشاحنات السياسية في كل من واشنطن وبروكسل تثير شكوكا حول استمرار التمويل في المستقبل. وافق مجلس النواب الروسي الدوما على قانون جديد يسمح للسلطات بمصادرة ممتلكات الأشخاص المدانين بنشر أخبار كاذبة عمدا عن الجيش. وقال رئيس المجلس إن القانون الجديد سيطبق أيضا على الذين يطالبون بفرض عقوبات على روسيا، وسيسمح أيضا بالاستيلاء على ممتلكات الروس الذين غادروا البلاد وانتقدوا العملية العسكرية في أوكرانيا. قال المتحدث الصحفي للرئاسة الروسية ديمتري بيسكوف قال إن حلف شمال الأطلسي ناتو يشكل تهديدا لروسيا، مشيرا إلى أن موسكو تتخذ الإجراءات المناسبة باستمرار. وتعليقا على مناورات الناتو التي تجرى تحت اسم المدافع الصامد، اعتبر بيسكوف أن حلف الناتو جرى تصميمه وتشكيله من أجل المواجهة، وأن الولايات المتحدة على وجه التحديد تديره حاليا كأداة لهذه المواجهة. طالب وزير الدفاع الروسي سيرجي شويغو من الشركات المصنعة للأسلحة العسكرية زيادة إنتاج أنظمة المدفعية ذاتية الدفع. وخلال زيارته لمصانع إنتاج الأسلحة في إحدى المدن الصناعية بمنطقة الأورال، قال شويغو إن روسيا تزيد إنتاج صواريخ الدفاع الجوي بعد سلسلة من هجمات الطائرات بدون طيار الأوكرانية والتي استهدفت المدن والبنية التحتية للطاقة. أعلن وزير الدفاع الروسي سيرجي شويغو أن موسكو وبكين تعملان على تطوير التعاون في المجال العسكري وفي جميع المجالات الأخرى.
وخلال محادثات عبر الفيديو مع نظيره الصيني، قال شويغو إن العلاقات الروسية الصينية في المجال العسكري تتطور باطراد في الاتجاهات كافة، وأكد أنه يجرى بانتظام أنشطة تدريبية عملياتية وقتالية مشتركة في البر والبحر والجو، مؤكدا أن هذه الأنشطة ليست موجهة ضد دول بعينها. حذر رئيس كوريا الجنوبية يون سوك يول من محاولة بيونغ يانغ التدخل في الانتخابات المقررة إبريل المقبل، ورجح رئيس كوريا الجنوبية أن تقوم الجارة الشمالية بأعمال استفزازية للتدخل في الانتخابات البرلمانية، مؤكدا أن مثل هذه الأفعال والاستفزازات والتهديدات غير وطنية ومضادة للوحدة وتعارض التاريخ. قام الجيش التايواني بمحاكاة سيناريو تقوم فيه الصين فجأة بتحويل إحدى تدريباتها المنتظمة حول الجزيرة إلى هجوم فعلي، وشاركت السفن البحرية والقوات والدبابات وناقلات الجنود المدرعة في التدريبات التي أجريت. اقترحت المفوضية الأوروبية إجراءات للحد من الواردات الزراعية من أوكرانيا وزيادة المرونة تجاه القواعد المتعلقة بالأراضي البور في محاولة لقمع احتجاجات المزارعين الغاضبين في فرنسا ودول أخرى أعضاء في الاتحاد الأوروبي. وقالت المفوضية إنها ستمدد تعليق رسوم الاستيراد على الصادرات الأوكرانية لمدة عام آخر حتى يونيو 2025. قال وزير الداخلية الفرنسي إنه لا ينوي منع المزارعين المحتجين من إغلاق الطرق السريعة، مضيفا أن هناك خطوطا حمراء عندما يتعلق الأمر بدخول باريس أو مطارات العاصمة أو سوق رونجيس للبيع بالجملة، حيث كشف الوزير عن أن حوالي 10,000 من المزارعين يتظاهرون في البلاد ضد تراجع الدخل واللوائح البيئية للاتحاد الأوروبي، وما يرون أنها معايير مفرطة في التشدد. وعد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بالوقوف إلى جانب المزارعين المحتجين والعمل على تلبية مطالبهم. يأتي هذا بينما تتواصل احتجاجات المزارعين في عدة مناطق. المزيد نتابع في هذا التقرير. مع اجتياح احتجاجات المزارعين الغاضبين العواصم الأوروبية للتنديد بالسياسات الحكومية، تحاول حكومات القارة العجوز السيطرة على الغضب المتصاعد من خلال عدد من الإجراءات والتعهدات. ففي فرنسا التي تتصاعد فيها الضغوط على الحكومة، تعهد رئيس الحكومة جابرييل أتال بالتحرك السريع استجابة لغضب المزارعين بعد فشله في السيطرة على الحراك من خلال الموافقة على عدد من المطالب الرئيسية للمحتجين. الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون حاول بدوره نزع فتيل الأزمة بالإعلان عن رغبته في تنظيم واردات الدواجن من أوكرانيا والتي انتقدها المزارعون، كما أكد أنه سيبحث مع رئيسة المفوضية الأوروبية قضية وصول المنتجات الأوكرانية إلى الاتحاد. يأتي هذا فيما واصل المزارعون الفرنسيون إغلاق طرق استراتيجية حول العاصمة باريس، فيما تدخلت قوات الأمن لمنع تقدم قافلة مزارعين باتجاه أحد أكبر الأسواق في العالم، كما صعدت النقابات من تهديداتها معلنة أنها سترفض حصارا على العاصمة وستعرقل الحركة في المطارات. وفي إشارة لتوسع الاحتجاجات، انضمت عواصم جديدة للحراك الأوروبي الغاضب، آخر هذه الدول هي إسبانيا التي أعلنت النقابات الزراعية الرئيسية فيها عمليات تعبئة في كل أنحاء البلاد خلال الأسابيع المقبلة للتنديد بالقواعد الأوروبية، كما شهدت إيطاليا أيضا تظاهرات في الأسابيع الأخيرة حيث احتج عشرات المزارعين بجراراتهم قائلين إنهم تعرضوا للخيانة من أوروبا
من جانبها تعهدت الحكومة اليونانية التي تواجه أيضا احتجاجات متزايدة بتسريع دفع المساعدات المالية للمزارعين المتضررين من فيضانات العام الماضي وتنامي السخط بين المزارعين في أوروبا والذي بدأ في ألمانيا أواخر العام الماضي وامتد لرومانيا وبولندا وبلجيكا نتيجة الأحداث المناخية وتدفق المنتجات الأوكرانية المعفاة من الرسوم الجمركية إلى جانب السياسة الزراعية الأوروبية المشتركة الجديدة. تعتزم شركة لوفتهانزا الألمانية للطيران تقديم العديد من الخيارات لإعادة حجز الرحلات قبل إضراب طواقم الأمن الجوي المزمع تنظيمه في المطارات الألمانية غدا. هذا ومن المتوقع أن يتسبب إضراب العمال في تعطيل خدمة النقل الجوي للركاب بشكل كبير في العديد من المطارات الألمانية، حيث تعتبر طواقم الأمن ضرورية لفحص الأمتعة وتفتيش الركاب قبل دخولهم إلى الصالات والطائرات، ومن ثم لا يمكن استمرار الرحلات بدونهم. تظاهر الموظفون في جامعة كامبريدج عقب إضراب في نزاع بشأن الرواتب، وأفادت وسائل إعلام بريطانية بأن نحو 450 عضوا من نقابة يونايت، من بينهم هؤلاء الذين يعملون في المكتبة وقسم الهندسة وإدارة العقارات، سوف يضربون حتى الجمعة المقبلة. وقعت بولندا اتفاقا مع ألمانيا وهولندا لتسهيل حركة قوات الحلفاء، وأكد وزير الدفاع البولندي أن تسريع وتسهيل حركة القوات بات له أهمية خاصة لا سيما في أعقاب الحرب الأوكرانية، مشددا على ضرورة تقليل الأعباء البيروقراطية وتبسيط إجراءات عبور الحدود التي غالبا ما تحد من فعالية العمليات. كما لفت إلى أن هذا الاتفاق سيجعل حركة ونقل القوات أكثر فعالية بفضل التنسيق الأفضل. احتجت إيطاليا للمجر على معاملة امرأة إيطالية مثلت أمام محكمة في بودابست مقيدة بالسلاسل لمواجهة اتهامات بالمشاركة في هجوم على يمينيين متطرفين. وتصدرت صور المرأة وهي تقاد إلى المحكمة مقيدة القدمين واليدين، مما دفع المعارضة إلى حث الحكومة اليمينية في روما على بذل المزيد من الجهد لمساعدتها. أكد رئيس مجلس الوزراء دكتور مصطفى مدبولي مواصلة مسيرة البناء والتنمية في كافة ربوع مصر من أجل تحقيق تطلعات المواطنين في مستقبل أفضل. وخلال اجتماع الحكومة اليوم توجه مدبولي بالتهنئة إلى وزير الداخلية محمود توفيق بمناسبة عيد الشرطة 72، معربا عن اعتزاز الوطن بالتضحيات الغالية لرجال الشرطة البواسل. في سياق آخر أشار مدبولي إلى ما يمثله افتتاح معرض القاهرة الدولي للكتاب في نسخته 55 من أهمية باعتباره جسرا يربط الثقافة المصرية بغيرها من الروافد العربية والعالمية، وامتدادا للدور والتأثير التنويري الذي دائما ما تسهم به مصر، مشيدا بالتنظيم الجيد لذلك الحدث. كذلك أشاد مدبولي أيضا بفوز مصر الثالث على التوالي ببطولة كأس أمم إفريقيا لكرة اليد للرجال 2024 في نسختها 26، مؤكدا اهتمام الدولة الكبير بدعم الرياضة على المستويات المحلية والإقليمية والدولية. وخلال اجتماع الحكومة اليوم تم استعراض موقف مبادرة استيراد سيارات المصريين بالخارج، كما تم استعراض نتائج مؤتمر نظام التعلم STEM في مصر الواقع والطموحات. أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي أن الحكومة تولي أهمية قصوى لدور القطاع الخاص في خططها التنموية، موضحا أن مصنع شركة يازاكي اليابانية للضفائر الكهربائية يسهم في توطين مشروعات تصنيع مكونات السيارات بما يتوافق مع الاستراتيجية الوطنية لتطوير صناعة السيارات. وخلال عقده لقاء مع وفد الشركة بعد ساعات من وضع حجر الأساس لمصنع الشركة بالفيوم، أكد رئيس الوزراء دعمه الكامل للمشروع وتطلعه لزيارته في أقرب فرصة ممكنة، كما أشاد بالعلاقات الاستراتيجية بين البلدين، معربا عن تطلعه لجذب المزيد من الاستثمارات اليابانية لمصر خلال المرحلة المقبلة.
من جانبه أكد سفير اليابان في مصر عمق العلاقات التي تجمع القاهرة وطوكيو على كافة الأصعدة، وتقدم بالشكر للدعم الكبير الذي قدمه رئيس الوزراء للدفع نحو سرعة تنفيذ مشروع مصنع ضفائر السيارات الكهربائية والتابع لشركة يازاكي بمحافظة الفيوم. يواصل معرض القاهرة الدولي للكتاب استقبال زائريه في دورته 55 بمركز المعارض بالتجمع الخامس. شهد المعرض إقبالا كبيرا منذ افتتاحه للجمهور من مختلف الشرائح العمرية التي حرصت على متابعة الفعاليات الثقافية والفنية التي تقام ضمن فعاليات المعرض. وأعلنت الهيئة العامة للكتاب بلوغ إجمالي عدد الزائرين منذ فتح أبواب المعرض للجمهور حتى الآن أكثر من 1,638,597 زائرا. تنظم تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين غدا ندوة تحت عنوان الشباب ومؤسسات النشر على هامش الدورة 55 لمعرض القاهرة الدولي للكتاب. ومن المقرر أن تناقش ندوة دور مؤسسات النشر في تعميق الوعي لدى الشباب واستخدام الآليات الحديثة لجذب الشباب، كما تلقي الضوء على النصائح التي يجب أن يعمل عليها الكاتب في طريقة نشرهم لعملهم الأول، وكذلك توضيح الخطوات المبسطة والطرق التي تمكنهم من نشر إبداعاتهم. وللمزيد مشاهدينا الكرام من معرض القاهرة الدولي للكتاب ينضم إلينا مراسل إكسترا نيوز الزميل عبد المنعم إبراهيم. أهلا ومرحبا بك معنا، ومزيد من التفاصيل حول ما يتم اليوم داخل المعرض عبد المنعم لديك. أهلا هشام، بالفعل تجاوزنا 2,000,000 زائر في اليوم السابع لمعرض القاهرة الدولي للكتاب في نسختها 55، والذي يشهد إقبالا جماهيريا كثيفا داخل أروقة قاعات عرض معرض القاهرة الدولي للكتاب بالتجمع الخامس. بيستقبل المعرض الكثير من الجمهور سواء كان من الجنسيات العربية وكذلك الجنسيات الأجنبية المختلفة، وتصل عدد دور النشر 1,200 ناشر وعارض داخل أروقة قاعات العرض بمعرض القاهرة الدولي للكتاب، في زيادة عدد دور النشر هذا العام بتقريبا 153 دار نشر إضافية، ليصبح إجمالي عدد الناشرين 1,200 دار نشر. إذا ما تحدثنا عن الفعاليات التي تقام داخل أروقة قاعات معرض القاهرة الدولي للكتاب في هذه النسخة وهذا اليوم تحديدا، هناك الكثير من الفعاليات والندوات تقام على هامش فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب، وأيضا الكثير من العروض الفنية خارج قاعات العرض والتي تلقى إقبالا جماهيريا من قبل زوار معرض القاهرة الدولي للكتاب. هناك أيضا ندوات هامة وتوقيع لحفلات الكتاب والكتب والعديد من الكتب، أيضا هناك ندوة هامة تقيمها أو يقيمها جناح الأزهر الشريف ويحاضر فيها وزيرة الدولة الهجرة عن دور الدولة في الحفاظ على الهوية. هذه أبرز تفاصيل عمل معرض القاهرة الدولي للكتاب في يومه السابع. نتحدث أيضا عن المزيد من العروض التي تقام والأنشطة المختلفة وكذلك الفعاليات خارج قاعات العرض والتي تلقى إقبالا جماهيريا من قبل زوار ومرتادي معرض القاهرة الدولي للكتاب، هذا الرافد الثقافي الأهم. إليك هشام إذا ما كان لديك أي أسئلة أخرى. نعم، أنا بشكرك شكرا جزيلا على هذا العرض لتفاصيل ما يتم اليوم داخل المعرض. مراسل إكسترا نيوز عبد المنعم إبراهيم، شكرا جزيلا لك.
أخلت سلطات جنوب أفريقيا بلدات ساحلية من سكانها عقب اجتياح حرائق الغابات للبلدات وخروجها عن نطاق السيطرة لليوم الثاني على التوالي. كما أمرت السلطات بالإخلاء الكامل لقرية ساحلية يقصدها المصطافون وتقع على بعد حوالي 80 كيلومترا من العاصمة. كما أخلت أجزاء من بلدة بيتي باي القريبة. وقالت السلطات إن نحو 95% من إحدى المحميات الطبيعية قد احترقت تماما. غطت طبقة كثيفة من الضباب مدينة شنغهاي المركز المالي الصيني، مما أدى إلى تعليق العديد من طرق العبارات مؤقتا. قام مرصد شنغهاي المركزي للأرصاد الجوية بتحديث إشارة التحذير الخاص بالضباب الكثيف إلى اللون البرتقالي، وحذر خبراء الأرصاد الجوية الصينيين من أن الثلوج والأمطار المتجمدة خلال الأيام القليلة المقبلة من المتوقع أن تعيق النقل لملايين الصينيين أثناء سفرهم عبر البلاد للاحتفال بالعام الصيني الجديد. هذا وذكرت وسائل الإعلام المحلية أن انهيارا جليديا تسبب في أضرار للبنية التحتية بالمنطقة الساحلية الوسطى في بيرو، فيما قام سكان المحليون بتحويل مياه الفيضانات بعد إغراق المنازل. كما يقوم مكتب الدفاع المدني بتقييم الأضرار الناجمة ويحاول تحديد الخسائر الاقتصادية في المنطقة. تترقب الأسواق العالمية نتائج اجتماع بنك الاحتياطي الفيدرالي اليوم بشأن أسعار الفائدة، وذلك وسط توقعات بأن يقرر البنك الأمريكي تثبيت الفائدة على أن يخفضها بمقدار 130 نقطة خلال العام الجاري مقارنة بالتوقعات في نهاية 2023 عند خفض بمقدار 160 نقطة. إن كما شاء نشاط الصناعات التحويلية في الصين للشهر الرابع على التوالي خلال شهر يناير الجاري، كما أفاد مكتب الإحصاءات بأن المؤشر الفرعي للطلبات الجديدة والطلبيات سجل انكماشا نتيجة ضعف الطلب الخارجي. المزيد نتابعه في سياق هذا التقرير. تواصل المؤشرات السلبية مطاردة العديد من القطاعات الصينية رغم محاولات السلطات المستمرة لدعم اقتصاد البلاد المتعثر منذ جائحة كورونا، وتبقى فرص النمو في الاقتصاد الصيني متباينة مع استمرار تفاقم أزمة القطاع العقاري التي كان لها تأثير سلبي واضح على الاقتصاد ككل. لكن نمو الاستثمار في غير القطاع العقاري ظل جيدا بصورة عامة، وذلك نتيجة التوسع الاستثماري في التصنيع ومشروعات البنية التحتية. في الوقت نفسه انكمش نشاط الصناعات التحويلية في الصين للشهر الرابع على التوالي خلال شهر يناير، إذ يبدو أن القطاع الكبير والاقتصاد الأوسع يواجهان صعوبات في استعادة القوة الدافعة في بداية 2024، فيما أفاد مكتب الإحصاءات بأن المؤشر الفرعي للطلبيات الجديدة سجل انكماشا نتيجة ضعف الطلب الخارجي، وفي المقابل تراجعت مبيعات التجزئة نتيجة ضعف ثقة المستهلكين رغم استمرار خفض الأسعار. وبحسب البيانات التي حللتها ستاندرد أند بورز، فإن معدلات مبيعات العام الماضي جاءت أقل من نصف ما كانت عليه في عام 2021 أمام الزيادة الواضحة في الاستثمار في الأصول الثابتة والتصنيع. على جانب آخر، تبدأ الصين إجراء أكبر عملية اندماج في الصناعات المصرفية من خلال دمج 100 من المقرضين الريفيين في شركة محلية عملاقة، بعد أن بلغت نسبة القروض الرديئة بها أكثر من ضعف النسبة في القطاع بأكمله وسط علامات متزايدة على الضغوط المالية. وبعد عمليات الدمج للتعاونيات الريفية والبنوك التجارية الريفية في 7 مقاطعات منذ عام 2022، حدد صناع سياسات معالجة المخاطر في القطاع الذي تبلغ قيمته 6 تريليونات و700 مليار دولار كأحد أولوياتهم القصوى لهذا العام. وهذا يعني أن هناك موجة أخرى من الدمج عبر البلاد بحسب وكالة بلومبرج. توقع مجلس الذهب العالمي وصول الطلب الإجمالي على المعدن الأصفر إلى مستويات قياسية خلال عام 2024 بعد أن بلغ أعلى مستوى له على الإطلاق العام الماضي، وذلك استنادا إلى تقديراته بشأن استمرار شراء البنوك المركزية للذهب بوتيرة مثيرة للدهشة.
وقال المجلس إن الطلب السنوي على الذهب بلغ 4,448,000 طن في عام 2023 بانخفاض بلغ 5% مقارنة بعام 2022، لكن الطلب الإجمالي بلغ أعلى مستوى له على الإطلاق عند 4,899,000 طن. رياضيا، يواجه الاتحاد السكندري متصدر المجموعة الأولى نظيره إنبي وصيف المجموعة الثالثة على ملعب استاد الإسكندرية في ربع نهائي كأس الرابطة. كان فريق الاتحاد السكندري قد تأهل للربع النهائي في صدورة مجموعته ب6 نقاط، حيث فاز في المجموعة في الجولة الأولى على مودرن فيوتشر بهدف نظيف، ثم فاز على بلدية المحلة بنفس النتيجة قبل أن يخسر في الجولة الأخيرة أمام مسموحة بهدفين نظيفين. هذا بينما جاء تأهل إنبي إلى ربع النهائي بعدما حصد 6 نقاط، حيث خسر في الجولة الأولى من دور المجموعات أمام سيراميكا بهدفين نظيفين، ثم فاز على الداخلية بهدفين مقابل هدف قبل أن يفوز على الإسماعيلي في الجولة الأخيرة بهدف نظيف. فاز فريق نيوكاسل يونايتد على نظيره أستون فيلا ب3 أهداف مقابل هدف على ملعب فيلا بارك ضمن منافسات الجولة 22 من بطولة الدوري الإنجليزي. جاءت أهداف المباراة عن طريق فابيان شار هدفين، وأليكس مورينو بهدف في مرمى في الدقيقة 32 و36 و52 على التوالي لنيوكاسل يونايتد، بينما أدرك أورلي واتكنز هدف أستون فيلا بالدقيقة 71. وبهذه النتيجة تواجد فريق أستون فيلا في المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 43 نقطة، بينما حل فريق نيوكاسل يونايتد بالمركز السابع بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 32 نقطة. يواجه فريق ليفربول نظيره تشيلسي اليوم على ملعب أنفيلد من الجولة 22 من الدوري الإنجليزي الممتاز. وخلال المؤتمر الصحفي التقديمي للمباراة، قال المدير الفني لليفربول يورين كلوب إن محمد صلاح غير جاهز لمباراتي تشيلسي وأرسنال للمباراة التالية ضد أرسنال، وإن إصابة في العضلات تستغرق وقتا. هذا ويبحث أريتزا عن استغلال عملي الأرض والجمهور لتحقيق 3 نقاط ثمينة يعزز بها صدارتهم لجدول ترتيب الدوري، حيث يحتل الصدارة بعد 21 جولة برصيد 48 نقطة، فيما يسعى البلوز لتحقيق فوز يقربه أكثر من المقدمة، حيث يحتل المركز 9 حاليا برصيد 31 نقطة. تشهد محافظة الإسكندرية اليوم حالة من التقلبات الجوية وفق توقعات هيئة الأرصاد الجوية، حيث تشهد المحافظة سقوط أمطار متوسطة الشدة إلى غزيرة رعدية أحيانا، فيما سجلت درجات الحرارة العظمى 15 درجة والصغرى 9 درجات. وصلنا إلى ختام النشرة مشاهدينا الكرام، إليكم تذكرة بأبرز ما جاء فيها من عناوين. شكري يبحث مع المبعوث الأمريكي الخاص للشؤون الإنسانية في الشرق الأوسط جهود ضمان النفاذ الكامل والمستدام للمساعدات الإنسانية لغزة. ارتفاع عدد الشهداء في غزة إلى نحو 27,000 وجلسة لمجلس الأمن اليوم لبحث قرار محكمة العدل الدولية. والمفوضية الأوروبية تقترح إجراءات للحد من الواردات الزراعية من أوكرانيا لتهدئة احتجاجات المزارعين في فرنسا ودول أخرى.
ختاما مشاهدينا، لمزيد من الاخبار يمكنكم دوما تحميل تطبيق اكسترا نيوز من خلال ابل ستور او جوجل بلاي او من خلال الكيو ار كود الظاهر امام حضراتكم على الشاشه. نشكر لكم طيب المتابعه، تقبلوا تحيات زميلي هشام عبد التواب، وهذه تحياتي لحضراتكم سمر الزهيري، الى اللقاء.